إلى جميع قادات الثورة: الجولاني، أبو عمار العمر، قائد أحرار الشام، الشرعيين الذين صيروا الشرع، صيروه أشرعة على هوى الفصائل. فلتسقط فصائلكم، فلتسقط يا جولاني، ولتسقط يا قائد أحرار الشام، ويا شيخ توفيق، ويا زنكي، ويا جميع الفصائل، يا صقور الجبل، يا صقور الإسلام، يا زهران علوش أو من كان خلفك، فليسقط الجميع. نحن الآن نرحل من حلب، وأنتم الآن تجلسون في منازلكم وتختلفون على كرسي من الكرتون. أيها الشرعيون، أيها الحمقى الذين فرقتم الأمة، إنكم حمقى جميعا، إنكم حمقى، أطعتم هواكم ووررتم للفصائل جميعها أن تفعل هذا بنا. لم يفعل هذا من الروس والإيرانيون، أنتم من فعل هذا بنا. فلتسقطوا جميعا، فليسقط المحيسني وجميع الشرعيين وجميع المذاهب أمام دمنا الآن الذي قتل أمام حلب هذه التي غادرناها. فلتسقطوا جميعا، إنكم حمقى. فلتسقط يا جولاني، أنا ذاهب إليك الآن، سأتي الآن إلى ريف حلب الغربي، اسمي محمد ياسين. اذهب واجعل أمنيك أن يأتوا ويأخذوني، أمنيك الذين أهانوا الناس جميعا كما فعل بشار الأسد، أنت وأحرار الشام والزنكي والشيخ توفيق وأبو عمار العمر والجميع. الآن أخرج من حلب. لماذا؟ لأنكم عبارة عن حمقى جميعا، حمقى وأغبياء وتافهين أيضا. العناصر ليس لها ذنب أبدا. يا جميع الناس في حلب، في إدلب، في ريف حلب، فيما تبقى في سوريا، دعوا هؤلاء الحمقى، لا يصلحون للإمارة أبدا، إنهم يسمعون هواهم، فليسقطوا جميعا، لعنهم الله جميعا، لعنهم الله، لعنهم الله، لعنهم الله.